السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في قناة دروس مجانية. النهاردة هنكمل بقى قوانين الجلب أو الحسابات الختمية في مادة المحاسبة المالية للفرقة الأولى، الحلقة الخامسة. خدنا في الحلقة اللي فاتت الأصول الثابتة وعرفنا قوانينها وعرفنا مكانها فين في الجداول الختمي، وعرفنا برضو جزء من الأصول المتداولة، والنهاردة هنكمل باقي قوانين الأصول المتداولة. نقول بسم الله الرحمن الرحيم. الجلب أو الحسابات الختامية، تمام. أولا هنبدأ بإذن الله تعالى بالبنك. يبقى أولا البنك ليه قوانين، لثلاث قوانين أساسيين ولازم تحلهم في الامتحان لو لقيت أي سؤال بيتكلم عن البنك. أول قانون بالنسبة للبنك هو رصيد البنك. رصيد البنك اللي هو الرصيد الجديد، تمام، الرصيد الجديد بيساوي رصيد البنك اللي هو في السؤال. رصيد البنك اللي هو يا جماعة في السؤال، هو في السؤال هيبقى مديلك رصيد البنك، رصيد البنك في السؤال زائد الفوائد الدائنة، الفوائد الدائنة اللي هي هتلاقيها بالظبط بعد رصيد البنك على طول، اللي هتلاقيها بعد رصيد البنك. الفوائد الدائنة يا جماعة لصالح المنشأة، لصالح يا جماعة المنشأة، لصالح المنشأة، تمام، ناقص أي مبلغ، أي مبالغ لم تسجل، أي مبالغ يا جماعة لم تسجل. يعني أنت في السؤال هتلاقي رصيد البنك وهتلاقي رصيد الفوائد الدائنة وهتلاقي فوائد الدائنة لصالح المنشأة وهتلاقي عمولات وعمولة ومصاريف بنكية وهتلاقي عمولة ومصاريف بنكية لم تسجل، تمام. أول حاجة في القانون الأول رصيد البنك الجديد بيساوي رصيد البنك اللي هو في السؤال زائد الفوائد الدائنة لصالح المنشأة اللي هي جنب رصيد البنك على طول، ناقص أي مبالغ لم تسجل تلاقيها في السؤال، أي مبالغ تلاقيها في السؤال مكتوب جنبيها لم تسجل، فهو ده هتخصمه من بعد رصيد البنك زائد الفوائد الدائنة، تمام. ده بالنسبة للقانون الأول هو رصيد البنك الجديد. طب بيروح فين؟ بيروح الميزانية. بيروح فين يا جماعة؟ بيروح الميزانية أصول متداولة زي ما احنا متعودين. ياريت الكل يكون بيكتب القوانين معايا عشان ما نتلخبطش. أول قانون هتكتب عندك، أول قانون رصيد البنك الجديد بيساوي رصيد البنك اللي هو في السؤال زائد الفوائد الدائنة لصالح المنشأة هتلاقيها جنب رصيد البنك على طول في السؤال، وبعد كده ناقص أي مبالغ لم تسجل، أي مبالغ مكتوبة عندك في السؤال مكتوب جنبها لم تسجل فهتخصمه على طول. الناتج هيروح للميزانية. الناتج هيروح فين؟ هيروح للميزانية. ده كان أول قانون بالنسبة لمين؟ بالنسبة للبنك. أنا همسح علشان أكتب القانون الثاني. ده كان أول قانون بالنسبة لرصيد البنك. تاني قانون بيقول فوائد البنك الدائنة. ايه الفوائد البنك الدائنة يا جماعة؟ بيقول لك بيساوي الفوائد الدائنة لصالح المنشأة اللي هي قلتها لكم دلوقتي، الفوائد الدائنة لصالح المنشأة اللي كانت في رصيد البنك، تمام، زائد الفوائد الدائنة الأخرى. يعني أي فوائد دائنة تاني هتضيفها للفوائد الدائنة. يعني يا جماعة بمعنى صح، أي فوائد دائنة هتجمعها مع بعض في السؤال، أي فوائد دائنة هتجمعها مع بعض وتبقى فوائد البنك الدائنة. ده هتروح فين يا جماعة؟ هتروح أرباح
وخسائر دائم في الجنب الدائم، تمام؟ الناتج اللي هيطلع هيروح الحساب أرباح وخسائر جانب الدائم. ده كان بالنسبة للقانون الثاني. القانون الثالث يبقى عمولة ومصاريف بنكية. عمولة ومصاريف بنكية بتساوي عمولة ومصاريف بنكية التي تم تسجيلها، التي تم تسجيلها زائد عمولة ومصاريف بنكية التي لم تسجل، التي لم تسجل. الناتج هيروح فين؟ هيروح أرباع وخسائر جانب المدين. أقول القانون تاني علشان الناس اللي مش فاهمة الكلام اللي أنا كاتبه ده، أقوله تاني وياريت تكتب القانون وراي. القانون الثالث بيقول عمولة ومصاريف بنكية. القانون الثالث بيبقى عمولة ومصاريف بنكية بيساوي عمولة ومصاريف بنكية التي تم تسجيلها، هتلاقيها في السؤال، زائد عمولة ومصاريف بنكية التي لم تسجل، يعني اللي تسجل واللي ما تسجلش هيتضافوا على بعض. بالنسبة لمين؟ للعمولة والمصاريف البنكية. القانون بتاعها رأس القانون بيقول عمولة ومصاريف بنكية، هتجمع العمولة والمصاريف البنكية اللي تسجلت والتي لم تسجل. الناتج هيروح فين؟ هيروح أرباح وخسائر جانب المدين عكس الفوائد البنك الدائمي. العمولة والمصاريف البنكية عكس الفوائد البنك الدائمي. دول كان بالنسبة للبنك، دول كانوا بالنسبة للبنك ثلاث قوانين بس. لو ذكر لك في أي سؤال في الامتحان عن البنك فأنت هتكتب الثلاث قوانين دول على طول. بعد ما تكتب الثلاث قوانين تبدأ انك انت تعوض في الثلاث قوانين، وتبدأ انك انت تعمل سام انه هيروح في جدول ايه بالظبط، او هيروح في جداول الجرد الثلاثة هيروح فين. كل قانون هيروح مكان. القانون الاول رصيد البنك هيروح للميزانية، القانون الثاني فوائد البنك الدائمة هيروح اربعة وخسائر جانب دائم، القانون الثالث عمولة ومصاريف بنكية هيروح اربعة وخسائر جانب المدين. تاني حاجة، ثانيا الخزينة. شرحنا البنك ونشرح الخزينة. الخزينة ليها قانون واحد وليها ثلاث احتمالات، تمام؟ الخزينة ليها قانون وليها ثلاث احتمالات بالنسبة للعجز. طالما في خزينة اكيد انت هتسلم الخزينة، هتسلم المبالغ، هتسلم الدفاتر. فلو كان في عجز هيبقى ليه اكتر من احتمال. العجز ده مين المسؤول عنه، تمام؟ وهيتخصم ومش هيتخصم، وليه اكتر من احتمال، فهو ليه ثلاث احتمالات. بالنسبة للقانون الخزينة بيقول ايه؟ الخزينة، القانون بتاع الخزينة يا جماعة، الخزينة بيساوي مبلغ الخزينة اللي هو فين؟ اللي هو في التمارين. مبلغ الخزينة يا جماعة اللي هو في التمارين، خليكم فاكرينه علشان لما تيجي تحل في الامتحان تبقى عارف. الخزينة بتساوي المبلغ الخزينة في السؤال اللي هو في الأرصدة ناقص العجز، بيساوي الناتج اللي هيطلع، هيطلع الناتج خزينة، فيروح الميزانية، الميزانية العمومية، هيروح الميزانية في الأصول المتداولة، هيروح الميزانية في الأصول المتداولة. بالنسبة للثلاث احتمالات يقول لك هناك ثلاث احتمالات. يقول لك هناك ثلاث احتمالات.
بالنسبة للسبورة فهي مش هتكفي، فأنا هكتب الاختصار على طول وأشرحكم وأشرح لكم على طول باللفظ. بقول لك إذا كان الصراف هو المسؤول، يعني لو كان الصراف هو المسؤول اكتب الكلام ده يا جماعة. بالنسبة للناس اللي ما تسمعني تكتب الكلام ده، الكلام اللي هقوله تكتبه في الورقة علشان السبورة مش مكفية الكلام ده، فالكلام اللي هقوله اتملاه واكتبه في كشكول خارجي. بقول لك بالنسبة لحالات العجز، إذا كان الصراف هو المسؤول عن العجز يتحمل الصراف العجز، تمام؟ إذا كان الصراف هو المسؤول يتحمل العجز الصراف. الاحتمال الثاني بيقولك إذا كان صاحب المنشأة هو المسؤول عن العجز يتم اعتبارها مسحوبات. إزاي؟ يعني صاحب المنشأة لو هو المسؤول عن العجز في الخزينة فأنت هتعتبره أو هتسجله مسحوبات، والمسحوبات دي يا جماعة بتطرح من رأس المال زي ما خدنا في جدول الميزانية، المعادلة الميزانية. المسحوبات بتطرح من رأس المال، بتنقص من رأس المال. أما هو لو ضاف فلوس يعني فبتضاف للخزينة وبتضاف لرأس المال. المهم الكلام ده إن احنا خلينا في كلامنا احنا دلوقتي، بيقولك إذا كان صاحب المنشأة هو المسؤول عن العجز يتم اعتبارها مسحوبات، والمسحوبات يا جماعة بتتجمع مع بعضيها وبتطرح من رأس المال. وبيتضاف فين؟ في الميزانية، تمام؟ بتتضاف فين؟ بعد ما تخصم من رأس المال بيتضاف في الميزانية رأس المال بعد الخصم كده بالظبط. بيقولك وإذا كان المسؤول عن العجز غير محدد يعتبر العجز خسارة. لو إذا كان المسؤول عن العجز غير محدد يعني مش معروف يعتبر العجز خسارة. العجز هيروح فين؟ أرباح وخسائر، أرباح وخسائر. لو كان العجز مش معروف هيروح أرباح وخسائر جانب المدين، جانب إيه؟ جانب المدين. بالنسبة للحالة الثالثة، الحالة الثالثة لو العجز غير محدد يعتبر العجز خسارة، وهيضاف العجز وهيضاف المبلغ بتاعه في حساب أرباح وخسائر جانب المدين. أما قلنا في الحالة الثانية لو صاحب المنشأة هو المسؤول فهتعتبر مسحوبات، تعتبر ايه؟ مسحوبات، وهتطرح من رأس المال، تطرح من رأس المال المال. اما الحالة الاولى زي ما قلت لكم اذا كان الصراف هو المسؤول عن العجز يتحمل الصراف العجز، يتحمل الصراف العجز، تمام؟ تحمل الصراف يا جماعة العجز. ده بالنسبة للخزينة. الخزينة انت لو ذكر لك في السؤال او في التمارين الخزينة، فانت تعمل اول حاجة القانون ده، الخزينة بتساوي مبلغ الخزينة ناقص العجز اللي هو في السؤال هيساوي الناتج. الناتج ده هيروح الميزانية، وهتكتب اقصاده في الميزانية اصول متداولة، هتكتب الخزينة وهتكتب المبلغ بعد الخصم العجز. وبعد كده هتشوف الاحتمالات الثلاثة اللي هم هيبقى ذكرهم لك في السؤال. هيبقى هو ذكر لك في السؤال العجز يخص الصراف، او العجز يخص صاحب المنشأة، او العجز لا غير محدد يعني مش معروف. ده كان بالنسبة للخزينة. بالنسبة يا جماعة بالنسبة للخزينة. ثالثا وهي اخر حاجة، اخر حاجة يا جماعة جرد المصروفات والايرادات. لو تلاحظوا يا جماعة جرد المصروفات والايرادات، المصروفات عكس الايرادات والايرادات عكس المصروفات، يعني الاثنين عكس بعض. المصروفات عشان تبقى عندكم نبذ عنها، المصروفات عبارة عن مرتبات. المصروفات عبارة عن ايه؟ مرتبات. والإيرادات عبارة عن إيجار. لحد الوقت في مشكلة؟ ما فيش أي مشكلة. المصروفات عبارة عن مرتبات والإيرادات عبارة عن إيجار.
لو كان هو مديلك في التمارين، مديلك مثلا مبلغ ايا كان المبلغ اللي هو مديهولك في التمارين، فليكن مثلا مديلك في التمارين بالنسبة للمرتبات 20,000 في الأرصدة، تمام؟ وانت جيت تحل على المرتبات، انت دفعت 20,000 على كام؟ 20,000 دول ال12 شهر، ال12 شهر، تمام؟ وهو بيقول لك ايجار الشهر، ايجار او مرتب الشهر، معلش يا جماعة، مرتب الشهر 1,500. طب انا لو عايز الايجار الشهر 1,500، لو عايز اجيب مرتب السنة، معلش يا جماعة برضو مرة تانية، مرتب الشهر 1,500، لو عايز اجيب مرتب السنة كلها هضرب 1,500 في 12، مش كده برضو؟ هضرب 1,500 في 12 هيطلع لي المرتب 18,000، وهو مديلك في القرص ده كام؟ مديلك 20,000، يبقى في زيادة، صح؟ صح، في الزيادة، الزيادة يا جماعة هيبقى مدفوع مقدم، تمام؟ مدفوع ايه؟ مقدم، يعني الزيادة عن اللي هو مديهولك في السؤال هيبقى مدفوع مقدم. بالنسبة للمرتبات ليها اسم معين، وبالنسبة للإيجار بتتحط في مكان معين، يعني اتنين بيتحطوا في الميزانية ولكن ليه مكان معين. في أرصدة مدينة في الميزانية من تحت خالص، في أرصدة مدينة وفي أرصدة دائنة. فبيقول لك المرتب، المرتبات المقدمة بتبقى في الأرصدة المدينة، الأرصدة المدينة اللي هي على اليمين اللي تبع الأصول، اللي تبع يا جماعة الأصول. أما لو كانت أرصدة دائنة اللي هو مستحق، وهقول لك المستحق يعني معناه إيه، مستحق، تمام؟ لو كان مستحق يعني في السؤال وليكن مش 20,000، يعني في السؤال 15,000، وما يخص السنة 18,000، يعني المرتبات ما يخص السنة 18,000، وهو مدولك في السؤال 15,000، يبقى فاضل عليه كام؟ يعني هو المفروض يدفع كام تاني؟ يدفع 3,000، صح؟ المفروض يدفع 3,000. كده ان احنا بنحل من غير قوانين يا جماعة، انا بشرحها لكم بالبلد وبعد كده اشرح لكم خطوات الحل ازاي. هو في التمارين مدينا 15,000، والمفروض مرتبات السنة كلها 18,000، يبقى فاضل عليه كام؟ فاضل 13,000. ال13,000 دول مستحقين عليه، ان هو المفروض يدفعهم، المفروض تدفع يا جماعة، يبقى مستحق، مستحق يدفع. طب لو دافع بزيادة يبقى مدفوع مقدم، انا دفعته مقدم للمرتبات يعني لحد ما تخلص السنة، للمقدم للسنة اللي بعديها، تمام يا جماعة؟ ده بالنسبة للمرتبات. لو كان مقدم هيبقى أرصدة مديني، ولو كان دائن، لو كان أجل مستحق هيبقى أرصدة دائني، تمام؟ أما بالنسبة للإيجار نفس الكلام ده، بس العكس في المقدم والمستحق، العكس في المقدم والمستحق. يعني لو كان إيجار ومقدم هيبقى في الأرصدة الدائني، عكس المرتبات، المرتبات لو كان في مقدم هيبقى أرصدة مديني، أما بالنسبة للإيجار عكسه، أرصدة دائنة لو كان مقدم، لو كان مقدم أرصدة دائني. طب ولو كان مستحق عليه إن هو المفروض يدفع له، يبقى أرصدة مدينة، مستحق أرصدة مدينة. معنى مدينة يا جماعة كنت أشرحها لكم، معنى مدينة إنك أنت ليك فلوس عند العملاء، تمام؟ معنى مدينة إن أنت عندك فلوس عند العملاء. أما معنى مقدم ومعنى الدائن إنه في ناس ليها فلوس عندك، تمام؟ الإيجار ده فلوس، بيجي لك فلوس، معناه إيراد، زي ما انا شرح لكم بالظبط. الايجار بيجي لك ايرادات ايجار، يعني بيجي لك فلوس، انت معك شقة وبيجي لك فلوس. فلو كان مقدم ودائن يبقى اللي قاعد في الشقة او المستأجر الشقة ليه فلوس عندك. مش قلنا الدائن يا جماعة شركة ليها فلوس عندك؟ هي مش بتتكلم عن شركة، هي بتتكلم عن اي شخص ليه فلوس عندك انت،
اي شخص ليه فلوس عندك انت فهو دائن، تمام؟ اما انت ليك اي، انت ليك فلوس عند اي حد حتى لو مصنع ليك فلوس عنده فهيبقى مدين. فبالبلد كده نحن في الايجار، الايجار لو في مقدم يبقى انت عليك فلوس، يبقى تسجل في الدائن. طب لو مستحق يعني انت عايز فلوس او انت ليك فلوس فهيبقى مدين. في مشكلة؟ ما فيش اي مشكلة. المرتبات زي ما قلنا عكس الايجار، والايجار عكس المرتبات. ابدأ ان انا اشرح لكم خطوات الحل واشرح لكم الناتج هيروح فين بالظبط زي ما شرحت لكم دلوقتي، بس هرتب لكم الكلام ترتيب كويس. اول حاجة نشرح خطوات الحل. خطوات ايه الحل؟ خطوات الحل. خطوات الحل يا جماعة، اول خطوة عندك لازم تشوف المبلغ المدفوع. المبلغ المدفوع، المبلغ المدفوع زي ما قلت لكم هتلاقوه في السؤال. هتلاقوه فين؟ هتلاقوه في السؤال في الأرصدة. بالنسبة للناس مع الامتحان ومش بتعرف تحل الجدول الجرد، بيدي لك أرصدة هو في الأول، وبعد كده هيدي لك بتاع 5 نقط من تحت خالص، مستهلك ومش مستهلك ومدين وجرد وخزينة ومش عارف ايه. بعد كده هيجيب لك في الآخر مرتبات، لازم يجيب لك مرتب وإيجار، لازم يجيب لك نقطة مرتب وإيجار. فأول خطوة بالنسبة لجرد المصروفات والإيرادات أو بالنسبة للإيجار والمرتبات نفس الخطوات يا جماعة، نفس الخطوات. أجيب أول حاجة المبلغ المدفوع اللي هو في التمرين. المبلغ المدفوع اللي هو فين يا جماعة؟ في التمرين. ثاني خطوة ما يخص العام. ما يخص يعني العام، يعني يا جماعة هو ممكن برضو تبقى أنت مركز. يعني مركز يعني لو جاب لك إيجار الشهر أو مرتب الشهر الواحد هتضربه في 12 اللي هما 12 شهر اللي هما السنة. ما يخص العام يعني هو لو ما أعطالك مرتب الشهر واحد أعطاهولك، فأنت هتضرب الشهر الواحد في 12 هتشوف الناتج هيطلع بكام. يعني الناتج مثلا زي ما قلت لكم دلوقتي ما يخص العام، المبلغ المدفوع هتلاقيه في التمارين. هتلاقيه فين يا جماعة؟ في التمارين. يعني وليكن زي ما قلت لكم دلوقتي المبلغ المدفوع 20,000 مثلا، وما يخص العام، وقال لي إيجار الشهر هيتقول لك في السؤال إيجار الشهر 500 جنيه. إيجار أو مرتب، نحن نتكلم عن الإيجار. إيجار الشهر 1500 جنيه، فنحن هنضرب 1500 في 12 شهر هيطلع لك كام؟ هيطلع لك 18,000. الناتج كام؟ 18,000. 18,000 أو الناتج هيروح فين يا جماعة؟ على حسب أنت ليك فلوس أو مالكش. عامة ما يخص العام، عامة يعني ما يخص العام الناتج بيروح 4 خسائر، تمام؟ 4 خسائر جانب المدين. ده بالنسبة ما يخص العام، ما يخص العام ما يروح 4 خسائر جانب المدين. ياريت الكل يكون بيكتب ورايا. دي بالنسبة للخطوة التانية، جبنا المبلغ المدفوع وعرفناه من التمرين من الأرصدة اللي فوق 20,000، وبعد كده جبنا ما يخص العام. الخطوة التانية ما يخص العام بيساوي، لقينا بيقول الشهر الواحد 1500، ضربنا 1500 على 12 في 12 طلع لنا المبلغ كله 18,000. طب وليكن مثلا هو ما عطانيش إيجار الشهر مثلا، يعني ما عطانيش إيجار الشهر وعطارك إيجار السنة كله على بعضها. إيجار السنة بيقول لك 18,000، إيجار السنة بيقول لك إيه؟ 18,000. إما 18,000 على طول ما يخص العام على طول 18,000، أو عايز تجيب إيجار الشهر الواحد أنت هتقول 18,000 على 12 هتجيب إيجار الشهر الواحد 1500. ولكن لو عطالك السنة كلها على بعضيها فيبقى خلاص ما يخص العام 18,000 هوديها 4 خسائر جانب المدين. ده بالنسبة لما يخص العام، ما يخص يا جماعة العام. اما الخطوة الثالثة وهي اخر خطوة اللي هو مين؟ الفرق. اللي هو يا جماعة الفرق، الفرق بيساوي المدفوع، المبلغ المدفوع، تمام، ناقص ما يخص العام، ما يخص العام.
بيساوي الفرق يا جماعة بيساوي المدفوع اللي هو أول خطوة، شوف دفع 20,000 ناقص ما يخص العام اللي هما كام 18,000. الناتج اللي هيطلع هنا مثلا وليكن 20,000 ناقص 18,000 هيساوي 2000. 20,000 يا جماعة ناقص 18,000 هيساوي كام؟ موجب 2000. موجب 2000. فطالما موجب 2000 يا جماعة هيبقى مقدم. طالما موجب 2000 هيبقى مقدم، ان هو دافع بالزيادة. يعني بالبلدي كده انت لو ما حسبتش، حتى بالبلدي انت عليك المفروض تدفع 18,000 ودفعت 20,000، يبقى دافع مقدم ولا ما دافعش تاني؟ لا، دافع 2000 مقدم. تمام، ده بالنسبة المقدم. وقلت لكم يا جماعة لو ايجار وحد دافع لك مقدم هيبقى دائن، يعني انت عليك فلوس، صح؟ يعني انت لو حد دفع لك فلوس زيادة يبقى هو في اي وقت ممكن يخلص العام ويقول لك انا عايز الفلوس بتاعتي، فهو هيبقى دائن. يبقى ارصدة دائنة هيروح فين؟ هيروح الميزانية يا جماعة. الفرق دايما بيروح الميزانية. الميزانية على حسب على حسب الناتج، كان موجب هيبقى مقدم هيروح ارصدة دائنة، كان سالب هيبقى مستحق وهيروح في المدينة. تمام، بالنسبة للميزانية فهمتوها يا جماعة؟ ده بالنسبة للإيجار بالبلد والله من غير أي قوانين. طب نفترض انه المبلغ المدفوع زي ما قلنا بدري 15,000، وهنا 15,000، الناتج المفروض كان خليها 16,000 عشان يبقى الناتج زي ما هو 16,000. بالنسبة للإيجار الدفع له هو ليه في السنة ان هو ياخد من الزبون بتاعه اللي قاعد، المستأجر اللي قاعد في الشقة، ليه ان هو ياخد 18,000، وليجي جاء دفع له 16,000، يبقى هو ليه فلوس عنده، صح؟ ايوه ليه فلوس، يبقى ليه فلوس. طب لما انا يبقى ليا فلوس يبقى مدين، تمام؟ لما يبقى انا ليا فلوس يبقى مدين، لما يبقى عليا ان انا هو في ناس ليها عندي يبقى دائن. تمام يا جماعة؟ فنفترض ان هما 16، وجينا عند الفرق بنقول المدفوع ناقص ما يخص العام، المدفوع 16,000 ناقص 18,000، الناتج يا جماعة المفروض يطلع بسالب، صح؟ طالما طلع بسالب يبقى مستحق عليه. بالنسبة للإيجار، بالنسبة للإيجار يا جماعة طالما طلع بسالب هيبقى مستحق عليه، ولكن لما اجي اسجله انا في الأرصدة المديني مكتبهوش سالب، اكتب الرقم الموجب بس ولكن اسجله في الأرصدة المدينة. مش قلنا يا جماعة عندك أرصدة مدينة وأرصدة داني؟ لما يبقى عندك مستحق، يعني لما يبقى الرقم سالب هيبقى مستحق، لما يبقى سالب يبقى مستحق، والمستحق قلنا فين؟ مدين. المستحق مدين، أرصدة مدينة أخرى. بالنسبة للميزانية يا جماعة تمام، يا ريت الكلام اللي بشرحه كله يكون بيتكتب، يعني توقف الفيديو واكتب الكلام اللي بشرحه او اكتب ملاحظات على جنب على حسب انت ومذاكرتك، انت بتفهم ازاي. كل واحد بيبدا ان هو يكتب الشرح اللي هو بيستفاد منه 100%، وفي واحد بيكتب الملاحظات على جنب كده ان هو بيبدا يكتب علشان يفتكر. تمام يا جماعه، دول 3 خطوات بالنسبة للمصاريف والإيرادات. المصروفات قلنا يا جماعة المرتبات، والإيرادات قلنا الإيجار. دول ثابتين يا جماعة، لازم يجيلك في الامتحان، لازم يجيلك في الامتحان. أول خطوة بالنسبة خطوة الحل المبلغ المدفوع، بتحدد المبلغ المدفوع. المبلغ المدفوع فين؟ بتلاقيه في الأرصدة، أرصدة في السؤال نفسه. أول السؤال، أول ما تقرأ السؤال الثالث أو السؤال الثاني بيدي لك أرصدة كده كتار، ابدأ اقرأ الأرصدة انت لحد ما توصل الإيجار والمرتبات وحدد، هتبقى طلعت المبلغ. وبعد كده تاني خطوة ما يخص العام، حدد العام على طول، إما هو يدولك جاهز على طول ما يخص العام على طول 18,000، وإما يديلك إيجار الشهر. لو أعطالك إيجار الشهر فأنت تضربه في 12 شهر ويطلع لك ما يخص العام. طب لو أعطوني جاهز كده مش هضرب أي حاجة. الناتج يا جماعة ما يخص العام عامة بيروح أرباح وخسائر جانب المدين، يعني حساب أرباح وخسائر، وأروح أسجل
مثلا اذا كان مرتبات هكتب في ارباح وخسائر في الجانب المديني اللي هو على اليمين زي ما كنا نقول، هنكتب 18,000 المبلغ، ونكتب ايجار او مرتب على حسب السؤال. بعد كده اخر خطوة اللي هو التالتة اللي هو الفرق. الفرق يا جماعة اللي هو مستحق او مقدم. الفرق معناه ايه؟ المستحق او المقدم. انت بتبدأ تطلع هو مستحق ولا مقدم، بتقول المدفوع ناقص ما يخص العام، يعني ده ناقص ده. بتشوف الناتج، الناتج طلع سالب على حسب، طلع موجب برضو على حسب، علشان الايجار عكس الايرادات يا جماعة، المصروفات عكس الايرادات. فانا عندي مثلا لو كان ايجار وليكن يعني كان ايجار وكان سالب، سيبك من حكاية سالب وموجب. بالنسبة للناس اللي ما تتلخبط، سيبك من حكاية السالب والموجب، خلينا بالبلدي. انت هتكتب القانون وهتعوض، والناتج انت هتطلع من غير آلة حاسبة. ازاي هطلع من غير آلة حاسبة؟ هقول المبلغ المدفوع كام؟ 16,000، والمفروض انا ادفع كام؟ ادفع 18. يبقى انا عليا صح؟ طالما عليا يبقى مستحق، صح يا جماعة ولا لا؟ صح ولا لا؟ طالما انا ليا فلوس يبقى مستحق انه ناس تدفع لي، او الشخص ده يدفع لي، يبقى مستحق عليه يدفع لي. فهو ال2000 الفرق كام؟ اللي هو الفرق بين 16 و18، فرق 2000. اكتب الفرق، الفرق 2000. وبعد كده اشوف انا ليا ال2000 دول ولا عليا. ليا يبقى مستحق، تمام. وطالما مستحق هيروح ارصدة مديني، الميزانية أرصدة مدينة. طب لو كان معجب يعني مدفوع لي بالزيادة، ده بالنسبة للإيجارات يا جماعة. لو كان مدفوع لي بالزيادة يعني أنا علي فلوس صح؟ طالما علي فلوس يبقى أحسبهم له مقدم، يعني دفعهم لي مقدم للسنة اللي بعدين. وطالما دفعهم له مقدم يعني هو لي فلوس أنت، فهيبقى دائن، تمام يا جماعة، هيبقى دائن. يعني لو كان مقدم هيبقى دائم بالنسبة للإيجار. طب بالنسبة للمرتبات عكس الإيجار، انت احفظ حاجة والتاني هتجيبها عكسها. احفظ حاجة والتاني هتجيبها، هي يا جماعة هتجيبها عكسها. هتحفظ الإيجار مثلا المستحق هيبقى، المستحق اللي هو ليه فلوس هيبقى مدين. طب عليا فلوس اللي هو المقدم، عليا فلوس يبقى دائم، تمام يا جماعة. دي كانت حلقة النهاردة، يا رب يكون الكل استفاد، والكل يكون بيذاكر ومتابعين معايا، يكون أول بأول يا جماعة. وأهم حاجة يا جماعة اهتموا بالمذاكرة، واهتموا إنك أنت تسمع الحلقة لحد الآخر علشان تستفاد. ما أنت لو ما سمعتش الحلقة لحد الآخر، يعني أنا بتابع القناة وبشوف الناس سمعت لحد إيه، يعني في ناس بشوفها سمعت 5 دقايق، في 3 دقايق، في 10 دقايق، تمام. فياريت عشان انت تنجح وتتابع وتستفاد، اسمع الفيديو لحد الاخر. ايه المشكلة انك انت تسمع الفيديو لحد الاخر؟ فياريت يا جماعة الكل يكون بيسمع الفيديو لحد الاخر، والكل يذاكر. انا ما يهمنيش غير انك انت تبقى متفوق، وان انا يجيلي في الاخر دعوة كويسة من شخص يكون بيتابع معايا، يقول له الله يبارك لك انا قفلت المادة، تمام يا جماعة. كان معكم أخوكم محمد بخيت من مركز دار السلام، وأحب أقول لكم كل سنة وأنتم طيبين، أو كل عام وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.